هلا وسهلا. هذه طريقة من خلال جوجل ماب تقدر تعرف الأماكن السياحية الموجودة حوالين منطقتك اللي أنت ساكن فيها. مجرد ما تدخل على جوجل ماب بعدين بيجيك هذه الخيارات، بعد ما تضغط على استكشاف بيجيك هذه الخيارات، تختار معالم الجذب السياحي. إذا ضغطت معالم الجذب السياحي راح يطلع لك جميع المعالم الموجودة حوالين المنطقة اللي أنت فيها، وبالتالي تحط عليها مثلا على سبيل المثال هذا الجسر ويطلع لك كم كيلو يبعد عنك، بس تحط البدء يروح على طول مباشرة يوريك الخط وكم كيلو وكم المدة اللي ممكن خلالها توصل هالمكان هذا. الجوجل ماب أنا أستخدمه في كل المشاوير سواء في أوروبا أو حتى في الخليج وغيره، صراحة دقيق بالاتجاهات وهو يغنيك عن أنك تحمل الجارمن معك، فلذلك أنا أنصح باستخدامه. ومو بس المعالم، حتى المطاعم، أو تضغط على المزيد هنا ويطلع لك مجموعة كبيرة من الأنشطة اللي ممكن أنك تزورها بالمنطقة اللي أنت ساكن فيها. يعني مجرد ما تضغط على المطاعم هذه، إذا احتجت أنت مطعم وأنت تتمشى راح يطلع لك مجموعة من المطاعم وهل هو مفتوح الآن أو لا، وتقييم الزوار له. إذا كنت مسافر أنا أنصح باستخدام جوجل ماب. وإذا أنت تبغى تكتشف مجموعة من الأماكن بدون لا يعلمك، مثلا تضغط على قمر صناعي راح يطلع لك الأنهار اللي موجودة ومثلا أماكن التخييم وغيره. أما إذا كنت تبغى تتصفح الجوجل ماب أو الاتجاهات بدون انترنت، يعني مثلا ما معك انترنت مفتوح أو أنك تبي تحمل الخريطة وأنت موجود بالسكن أو بالفندق وبعدين تبي تستخدمها بدون نت، تضغط على الخيارات اللي موجودة هنا، بعدين خرائط بلا اتصال بالانترنت، وتسوي تسجيل دخول وتحدد المنطقة اللي أنت تبغى تكون فيها. بعد كذا خلاص ممكن انك تستخدم اتجاهات الطريق بدون لا يكون عندك انترنت، وبنزل لكم فيديو بعد السنابة هذه يوضح لكم الطريقة. أتمنى إن شاء الله أني أفدتكم بالمعلومة هذه، ولو أنه كثير من الناس يستخدمها لكن في استفسارات كثيرة أنه كيف جالسين نتنقل ونطلع على الأماكن السياحية الموجودة بالمنطقة. تحياتي.